أيها الإخوة الكرام، يعني الله عز وجل منع عنك الطعام والشراب وهو مباح خارج رمضان، منع عنك الطعام والشراب في رمضان كي تقع مع نفسك في موقف حرج. أنت تركت الطعام والشراب، هل يعقل ألا تترك المعصية؟ شيء بضحك. تارك الأكل، تارك الحلال، يعني إذا إنسان فات لبيته أكل، إيه ما عمل شيء إطلاقاً. يعني بيقولوا إنه أحل من حليب أمه، ما عمل شيء إطلاقاً. أنت الله منعك أن تأكل الطعام والشراب ليكون ترك المعصية من باب أولى. يعني مثلاً، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً. ما في آية من القرآن إطلاقاً تؤكد ولا تضربهما. إذا أنت ممنوع أن تقول لهما أف، فعدم الضرب من باب أولى. إذا أنت منعك الله من أبسط عمل مع الأم والأب، ولا تقل لهما أف